حتى أنا حكيت مع شوبرا بعد ما قلتيلي إنك حكيتي معه، وحتى شرحتلها كتير، بس ما بعرف شو هالسحر اللي ساحرها فيه كاران حتى إنها ما بدها ترجع بنوب. أنا مشغول بالي عليها كتير. أنا متأكدة إنه شوبرا مو هيك، بس بهالعمر الرغبة بتصير بتطغى على العقل والتفكير. أختي سالوني، هاي الرغبة ممكن تخرج عن السيطرة، حتى إنها ممكن تتغلب على إرادة شوبرا. ما رح يصير هيك شي، صدقيني أنا بآمن كتير بالقدر، ومتأكدة كتير منيح إنه شوبرا أكيد ما رح تغلط. ليكي، ليش عم تحطي الحلوبة أكتر من علبة؟ علبة منشان عيلتنا، والعلبة التانية منشان واحد رفيقي بده يسافر، بحب هذا النوع كتير. هالعلبة إلو. طعمتها لذيذة كتير، ممكن رفيقك يلغي سفره مشان يضل يأكل منها. طيب يا شاطرة، مين هو رفيقك اللي بده يسافر؟ ألو؟ ألو، مرحبا نهار، كافيري عم تحكي، كيف الصحة؟ الحمد لله، خير أختي كافيري. نهار لو سمحت، بدي أحكي مع سالوني من بعد إذنك. مع سالوني؟ بس هي مو هون. أوه، هي مو عندك؟ فكرت إنه بما إنها عملت الحلو بكل هالحب فأكيد رح تاخد لك إياه. معناتها كانت عم تحكي الحقيقة. أي حقيقة؟ قالت لي إنه عندها رفيق قال إنه بده يسافر على مومباي، وإنه بده تاخد له من الحلويات لإله. وأنا فكرتها عم تعمل هالحلويات بكل هالاهتمام والحب مشانك أنت، بس خجلت تقلي. بس أنا ما عم بفهم، هي على حد علمي ما عندها رفقات غير نيل. إذا هيك معناتها يا ترى هي لمين كانت أخذة كل هالحلو؟ على كل ما بهم، بس أنا آسفة كتير لأني أزعجتك. يلا أنا رح سكر. باي باي. بس أنا ما عم بفهم، هي على حد علمي ما عندها رفقات غير نيل. إذا هيك معناتها يا ترى هي لمين كانت أخذة كل هالحلو؟ يبارك فيكي. شو أخبارك؟ كيفك؟ أنا كتير منيح يا بنتي، وأنت كيفك؟ وأنا كمان منيحة. أنا دائماً عم بسمع أخبارك من نيل، سمعت إنك بدك تتزوجي، ألف مبروك. إن شاء الله يا رب بتكون كل حياتك مليانة حب وسعادة. هدول شوية حلم اللي بيحبوا نيل، لو سمحت تعطيهم، بس إذا بتريد لا تقله إنه أنا يلي جبت له إياهم. مثل ما بدك. حاضر. بخاطرك. انت ملاقي بنت روعة كاران؟ شو لقيمت بدك تخليني استنى؟ ها؟ إذا زاد الصبر عن حده صار ممل سوميش. أنا بس عم حاول إني أعطيها شوية وقت. قلي شي جديد كاران؟ أنت دائماً بتحكي لي نفس الحكي، بدنا شي جديد. ما بتعرف؟ إذا كنت بعرف كيف أدفع المصاري كمان بعرف منيح شو لازم أخذ مقابلها. ما عاد أقدر استنى أكتر. إذا أنت قدرت تعملها بطريقة نظيفة اعملها، وإلا سوميش بيعرف يعملها بطريقته الخاصة. عم تفهم؟ عم أفهم. في شيء، أكيد في شيء، سالوني وريو عم يخبوا عني.
يا ترى شو ممكن يكون؟ أكيد لازم يكون في شيء خطير لحتى لو إنه من الضروري يخبوا الموضوع علي. بس ما بيصير، ما بيصير هيك. أنا لازم أعرف شو هو السر، بس كيف؟ ما رح أقدر أسأل سالوني لأنه أكيد بتفكر إني عم شك فيها. عفواً، أنا آسف أخي. شو القصة مبين عليك الآن؟ لا أخي ما في شيء، بس هيك. أنت فظيع، أنا بحس بالخجل لأني بعتبرك إنك رفيقي. لسه ما بنقدر نعتبر إنه المعركة بلشت وأنت هربت من الساحة وحتى بدون ما تحارب ولا شوي. يا عيب الشوم عليك، لو كنت أنا محلك بتعرف شو كنت عملت؟ كنت مستحيل أتحرك من هون خطوة واحدة بدون ما أخذ سالوني. اسمعني، اسمع، شوف، اسمع، الطابة لساتها بملعبك، فيك تتحكم فيها. يا أخي أنا إذا ضليت هون ما رح يصير شي غير إني اختنق. إذا كانت سالوني من نصيبي ما في أي شي بالدنيا رح يوقف بوش هذا الشي. أما إذا كانت مانا إلي فحتى لو حاربت كل الدنيا ما رح تكون إلي ولو شو ما عملت. نيل، جبت لك هدول، أنا عملت هدول الحلويات خصوصي لإلك، كلهم وإنت بالطريق. أنا فايت شوف إذا كنت نسيان شيء. إيه؟ أهلين فيك. أهلين فيك. أنا جاي مشان استأذنك، أنا بدي روح على الضيعة لأني لازم شوف أمي. هيك فجأة؟ لا، بس صار لي فترة طويلة ما رح شفتها، فقلت لحالي خليني روح شوفها. وبالمرة جاوبها على سؤالي اللي بتضل تسأله. يا ترى شو لازم جاوبها؟ برأيك مو صار لازم خبرها إني أخيراً لقيت شريكة حياتي؟ خلص أنا رح وصل لأمي موافقتك يلي مخبتيها ورا سكوتك هاد. اسمعني، أنا بعترف إنك قدرت تعلمني كيف إني أكون سعيدة وكيف أرجع أعيش من جديد، وهاد بالنسبة لإلي بكفيني. أنا أبداً ما بدي ابني أحلام على هذا الشيء، وإنت كمان نفس الشيء. نحن علاقتنا صداقة وبس، وما لنا بحاجة بنوب إنه نغير اسم هالعلاقة هي. أنت ما عم تكذبي علي، أنا أنت عم تكذبي على حالك جاياتري، عم تقولي نحن بس رفقات. وشو بالنسبة لعلاقتنا ومشاعرنا؟ كأنه نتخطوا حدود الصداقة من زمان. صار أنت لازم تتقبلي بقى إنه أنا وإنتي منتمنى نكون مع بعض طول حياتنا الجاية ببيت واحد. بس خلص بكفي، أنت مانك عارفان حالك شو اللي عم تحكي. على فكرة علاقتنا هي رح تعمل ضجة كبيرة بالمجتمع. نحن مو بس منمشي ورا مشاعرنا، لازم كمان نراعي قواعد المجتمع. المجتمع؟ البشر هن يلي صنعوا المجتمع وشكلوه حسب مصلحتهم، هذا هو المجتمع. مصلحة، وإذا بده يسرق مني سعادتي فأنا أكيد رح أرفض هيك مجتمع. وإذا كان ضروري فتأكدي إنه أنا مستعد وقف بوش كل العالم، بس المهم إنه أنت تكوني معي، ما بدي شي تاني. بالنسبة لإلي مجرد التفكير بهذا الشي غلط أصلاً. من غير شي حاسة حالي إني أنا مذنبة. على شو؟ لأنك عم تحاولي إنك تعيشي حياتك؟
ولا لأنك حاسي بجريمة أنك بتحبي. إذا عن جد أنت بتعتبري حالك مجرمة لأنك عملتي هالشي، الأفضل تخبريني وهلأ. إذا هيك معناتها خلينا نخلص من هالعلاقة اليوم قبل بكرة. نتمنى لو كنت بقدر. يا إلهي، ما بعرف مين صايب عين لهالعيلة، كلياتهم عندهم مشاكل وكل واحد مشكلته أصعب من التاني. من جهة شوبرا، الشخص اللي هي بتحبه هو ما عم يقبلها، والشخص اللي هو بيحبها العيلة تبعنا ما بدهن اياه. وفي مشكلة عند الأخت كمان، حتى حياتها فيها شي غريب كتير، أحياناً بتكون بالأرض وأحياناً بالسماء. وبالأخير عنا مشكلة العمة المسكينة، على طول وحيدة، على القليلة خلي شي واحد منا يحس فيها. الواحد شو بيقدر يعملها؟ ما منقدر غير انه نطمنها شوي، مو هيك؟ يا الله، إنه تضرب الواحد على الوتر الحساس شغلة بتجنن، بعشقها. أنا عن جد شريرة. ألو، بعت لي 2 قهوة لو سمحت. شكرا. وهلأ أنتي، كنتي متأكدة إنك رح تجي لعندي؟ بالنسبة لإلي كان كتير ضروري إني إجي لعندك لحتى أتشكرك على معروفك. معروفي؟ شو هو المعروف اللي عملته؟ أنا سريوة، أنا بعد ما ارتبطت مع نهار قطعت علاقتي نهائياً مع نيل، بس كنت لساتني حاملة عبء هالعلاقة اللي كانت بيناتنا. حسيت حالي إني أنا مذنبة، لأني أنا المسؤولة عن حالة نيل يلي صابته. ما عرفت إذا نيل رح يرجع يوقف من جديد ولا لا. يمكن ما كان قدر لو ما أنتي وقفتي جنبه وساعدتي. أنا سريوة، أنتي ما عملتي هالمعروف لنيل، انتي عملتيه لإلي. أنا ما عملت أي معروف يا سالوني، وحسب معرفتي بنيل فالموسيقى تبعه هي اللي بتدعمه، أنا بس ساعدته شوي. لا أنسى ريوة، الموسيقى تبع نيل كانت انتهت. نيل والموسيقى تبعه بفضلك انتي رجعوا عاشوا من جديد. ويمكن أنا كمان لولا هيك ما كنت رح أقدر سامح حالي طول حياتي. نهار شخص محظوظ كتير لأنه رح يكون عنده زوجة مثلك. لا خلص، انسي كل شي ولا بقى تبكي وبلشي حياتك الجديدة كل سعادة. أنا صار لازم روح، ديري بالك منيح على نيل. هلأ هو طبعه غريب شوي، معلش تحملي. انتبهي على حالك، أوكي؟ تفضل.
انت؟ اختي ريوة؟ ليش ضب اغراضك؟ شو بدك تروحي؟ في عندي شغل مستعجل ومضطرة اني اروح هلا. حتى انك ما عطيتينا خبر، على القليلة كنتي اتصلي فينا. كل شي صار بسرعة حتى انه ما عندي وقت لشي. افرضي انه انا ما اجيت لهون، شو يعني كنتي بدك تروحي هيك من دون ما تعطينا خبر؟ اختي، من امتى نحن صرنا غربة؟ شو انت مجنون نهار؟ طبعا اكيد كنت رح خبرك. انا مين اللي هون غيركن انتو؟ الو، اذا بتريد بعد حدا ينزل الشناتي. شكرا اختي. هلا كلهم رح يزعلوا، لو سمحتي تعي معي على البيت بالاول وبعدين انا بوصلك على المطار. لا ما رح اقدر نهار، انا من غير شي متاخره. انت لا تقلق علي، هلا بطلب سياره من الاوتيل وهن بيوصلوني. ريوة اختي، ما بعرف انا ليش حاسس انك مخبي علي شي. لا ما في هيك شي ابدا. انت متاكده؟ متاكده انه مو مخبي شي؟ طبعا نهار. حتى حقيقة انك ما بتعرفي سالوني؟ حتى قبل ما انا عارفك عليها؟ معناها كمان بتعرفي عن العلاقة اللي كانت بين نيل وسالوني. اكيد انت فقدت عقلك نهار. كيف انا بدي اعرف انه كان في علاقة بيناتهم؟ على القليلة ما قلتي انك بتعرفي لنيل. الحقيقة الوحيدة اللي قلتيها فضحت لك كل اكاذيبك. نهار انت عم تحكي حكي فاضي. لا مو فاضي، انا عم بحكي معك عن حياتي. وبعدين امتى صار هالحكي فاضي بالنسبة لك؟ انا ما بعرف شي يا نهار. اسمعي ريوة، انا بعرف انه انت عندك اجوبة لكل اسئلتي. على فكرة نيل هو اللي قال لي انه بيحبها لسالوني، وهلأ كتير ضروري بالنسبة إلي اعرف اذا سالوني كمان بتحبه. ليش عم تعمل هيك؟ ليش؟ انسى كل شي ممكن يكون صار بالماضي وركز هلأ على المستقبل. انا عم ركز على الحاضر، وهو اسوأ بكتير من اللي صار بالماضي. انا متفاجئ كتير بالانسانة اللي اعتبرتها مثل اختي الكبيرة. ليش ساكتة مع انها بتعرف كل شي؟ المسألة متعلقة بنيل وسالوني، يعني مو بس بحياتي انا. كتير مهم انك تجاوبيني على سؤالي، كمان سالوني بتحبه لنيل ولا لا؟ اختي جاوبيني على سؤالي، عم قلك بدي جواب هلا. ايه سالوني كمان كانت بتحبه لنيل، كانت بتحبه مثل ما كان هو يحبها واكثر. سالوني؟ سالوني بتحبه؟ إذا كانت بتحبه ليش لحتى تتزوجني؟ هي ما بتحبه، هي كانت بتحبه. نيل تأخر كتير ليعبر لي عن مشاعره، حتى قبل ما تقرر هي إنها تتزوجك. أما بعد ما هي ارتبطت معك ما عاد إلى أي علاقة نهائيا بنيل، واليوم هي ما بتحب حدا غيرك نهار. انت عم تحاولي تحكي هالحكي بس مشان تساعديني؟ سالوني بس إلك وبس يا نهار، هي بتحبك إلك وبس. بس اختي. تفضل. صباح الخير مدام، شناتي من هون. نهار، نيل وسالوني تركوا حياتهم الماضية وراهم ورح يبلشوا حياة جديدة، وانت بدل ما تسأل عن الماضي تبعها حاول انك تدعمها بحاضرها. بتمنى لك السعادة وألف مبروك نهار. الله يحميكم، دير بالك. لا لا ابني، مع السلامة. ليكي سالوني بنتي، يا ريت انت تقولي شو هو الموديل اللي بيناسبه لانه ما عم يرد علي. ماما كل الموديلات بتناسبه لبابا،
بس يلي اختارت لك يا ماما كان بيناسبك أكتر شي. أيوة شفت شلون؟ هذا اللي لازم تفصله ماشي؟ ماما عم تحكي مزبوط بابا. أهلين تفضل ابني. أهلا وسهلا فيك. أهلين تفضل. ليك يا أخي هلأ ما عاد يطلع بإيدنا نحكي شي، حتى كمان سهري رغبته نفس الشي. أهلين. شان هيك عملي اللي قلت لك عليه أمبيكا وسالوني. تفضل. على عيني. تفضل تفضل. شكرا. خير ابني، شو اللي جابك لعنا فجأة؟ ليش ما اتصلت فينا؟ بالحقيقة أنا جاي مشان قلكن أنه بدي نقي بعض الأغاني اللي بحبها وبدي سجلها بصوت سالوني. بالحقيقة رابي بيشتغل منتج موسيقي بمومباي. أنا إذا بتسمحولي حابب أني أخذ سالوني معي على مومباي. هلا أكيد أنا بعرف أنه تبعتوا سالوني معي على مومباي قرار صعب كتير عليكن، بس بتقدروا أنكم تثقوا فيني. مو هيك القصة ابني، بس رح نبقى بس 3-4 أيام. ماما بدي أطلب منك طلب، بدي منك ما تقولي قدام أهلي أنك بعتي سالوني معي على مومباي، لأنه أنا بالحقيقة بدي حط الأغاني اللي حابب سجلها بصوت سالوني بالعرس وأعمل لهم إياها مفاجأة. إذا ما كان عندك مانع تعطينا شوية وقت خلينا نفكر بالموضوع. قوم عن إذنكم نرجع بعد شوي.